نادي الاهلي الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، عندنا التزامات ماليه بيتم الايفاء بيها على طول، دايما معروف من واحد يوم من واحد خمسة في الشهر بيتم الايفاء، بتدفع يعني او بتدفع الفلوس، فاحنا ما عندناش مشكله. طب هنعمل ايه؟ طيب اصل مش عارف فلان الفلاني اللي مشي، اللاعب الفلاني الفلاني اللي مشي في النادي الاهلي، وانا شاهد عيان على هذا الموضوع، لان انا لما مشيت من النادي الاهلي كان لسه عقدي فيه سنتين، خدت فلوسي بعدها بشويه، بعدها بشهر او بشهر ونص، لقيت كابتن عماد اليماني ربنا يديله الصحه بيكلمني في التليفون بيقول لي اسلام انا عايزك تعدي على النادي عشان في كذا 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 كذا، ليك مبالغ ماليه قد كده تعالى خدها. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بلاش انا عشان بس الناس، انا اسف طبعا ان انا بقول مثل عليا ولكن دي حقيقه حصلت، وانا كنت لاعب في النادي الاهلي وعارف الكلام اللي انا بقوله ده، يعني انا بتكلم حاجه واقعيه وحقيقيه حصلت قبل كده. فدايما اللي بيصدر الكلام ده للجمهور النادي الاهلي مين؟ مين؟ اللي عنده مشاكل في فريقه، اللي عنده لعيبه بتهرب، اللي عنده لعيبه عندها مشاكل في المباريات او عندها مشاكل خارج المباريات فبيبقى واضح عليها جدا جوه الماتشات، فبتتغلب او بتتعادل. مش كلامي ده، كلام كل الناس. فاللي انا بقوله لحضراتكم، اصابه رمضان صبحي للاسف الشديد رمضان صبحي سيغيب عن النادي الاهلي لمده شهر ونص. بناء على ايه يا اسلام اللي انت بتقوله ده؟ بناء على الاشاعه اللي شافها الدكتور خالد محمود واقر بهذا الموضوع. بس موضوع بسيط. صفحات وكلام واعلاميين ومواقع وايه ايه يا جماعه، مش للدرجات دي يعني. سكريبت بيتوزع على الكل، احنا عايزين نوقع النادي اللي لابس احمر ده باي طريقه، عايزين نوقع النادي اللي لابس احمر ده باي طريقه، اصله احنا دايما بنلبس الاحمر. ف وعلى راي احمد عز قال لك ايه، لكم ما بيخافوا من المموه، ايه هم بيخافوا من الاحمر. فعشان كده بقول لحضراتكم ايه، خدوا بالكم من الكلام ده، خدوا بالكم من اللي بيحصل من بعد برضو والله بجد يعني. تفتح الصفحات معينه في الفيسبوك او على تويتر او على الانستجرام، صفحات كبيره عندها اعداد كبيره جدا، تلاقي الكلام اللي مكتوب في الصفحه دي هو الكلام اللي مكتوب في الصفحه دي هو الكلام اللي مكتوب في الصفحه دي، اصابه رمضان صبحي اصابه سياسيه، اصابه رمضان صبحي اصابه سياسيه، اصابه رمضان صبحي اصابه سياسيه. تفتح الموقع الفلاني تلاقي اصابه رمضان صبحي اصابه سياسيه، مفاجاه، واصل رمضان صبحي مش مصاب، رمضان صبحي بيمثل. ده انت ولا احمد السقا يا شيخ رمضان صبحي. رمضان صبحي بيمثل اصلا، بيعمل كيمو حركه كده علشان يتقال او ان هو يبين ان هو زعلان. يا جماعه عيب عليكم، كل الكلام ده عيب عيب. احنا ممكن نرد ورد قاسي جدا، ولكن دايما احنا بنحافظ على اسم النادي الاهلي وبنحافظ على ما يحدث داخل النادي الاهلي، وهنفضل دايما على ماليش دعوه بحاجه، انا بتكلم على البرنامج ملعب الاهلي، ملعب الاهلي، ولا عمرنا هنغلط في حد، ولا عمرنا هنجيب سيره حد، وهنفضل دايما نقف امام هذه الاشاعات. من ضمن الاشاعات اللي بتتقال او من ضمن التنويم المغناطيسي اللي بيحصل خلال هذه الايام، يقول لك ايه؟ يقول لك اصل كهربا برضو، انا بقرا الكلام ده على بعض الصفحات على السوشيال ميديا وبشوفها بسمعها من بعض الاعلاميين، بالمناسبه انا متابع جيد للكل. للكل، ما اكذبش على حضراتكم، انا مش بطلع اقول ايه، اصل انا ما بتفرجش، انا ما لا انا بتفرج، بحاول على قد ما اقدر على قد وقتي يعني اتفرج على كل الناس. فبلاقي تقريبا الكلام واحد، كل واحد بطريقته طبعا، لكن في النهايه الغرض واحد، هو تخريب النادي الاهلي، هو الخبط في النادي الاهلي، هو ان انت تعطل النادي الاهلي باي طريقه. طب يا جماعه ما احنا عندنا لعيبه مصابين، فليه بتقعدوا تعملوا القصص دي كلها؟ من ضمن الكلام اللي بيتقال واللي قريته
لقيته منتشر وجمهور النادي الاهلي او بعض من جمهور النادي الاهلي بيكلمني يقول لي يا كابتن هو فعلا رمضان صبحي زعلان ان الاداره جابت كهرباء وكذا كذا كذا كذا؟ ما هو انا بتكلم بمنتهى الصراحه، انا طالع اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. قلت لهم يا جماعه رمضان صبحي زعلان من كهرباء، ومال كهرباء ومال رمضان صبحي، وده في حته وده في حته بيلعبوا في نفس المكان يعني؟ لا، ممكن كهرباء يلعب في حته تانية، ممكن رمضان يلعب، ممكن يبقى رمضان وحش فيقعد فكهرباء يلعب، ممكن كهرباء يبقى وحش فيقعد فرمضان، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه. هي كره القدم كده. هو لما محمد صلاح بيقعد احتياطي في ليفربول فبيبقى معناه ان هو وحش؟ لما فيرمينيو النهارده في مباراه امام مونتري قاعد احتياطي، هل ده معناه ان هو وحش؟ ما حدش عارف، ممكن الاثنين يبقوا في الملعب. ممكن الاثنين ومعاهم حسين الشحات ومعاهم وليد سليمان ومعاهم مجدي قفشه، وازاي؟ معرفش. عندكم في مدير فني، عندنا مدير فني هو اللي بيقرر مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب.